وجورج يعني اجي لك يعني ليه البدل؟ انت كنت مثلا هل كنت لعيب سكواش، لعيب تنس قبل البدل؟ انا كنت لعيب تنس في منتخب مصر برضو، بلعب من وانا عندي 4 سنين، وبعد كده سافرت بطولات كتير بره، وجات لي فرصه ان انا ادرس في امريكا والعب بره في باسم الجامعه. بعد ما اتخرجت حبيت ان انا ارجع مصر اشتغل هنا وابتدي اكمل حياتي في مصر طبيعيه. وبعد كده ابتدت بقى رياضه البادل، ابتدينا نلعب بالراحه واحده واحده كده مع اصحابنا. بعد كده فجأة باشمهندس أحمد غتوري أسس الاتحاد المصري، فجأة ابتدى يبقى فيه بطولات. طبعا بشكره إن هو من رؤساء الاتحادات اللي فعلا بيشتغل لتطوير الرياضة، مفيش أي حاجة تانية مصلحة شخصية أو كده، فبيساعدنا إن احنا دايما يبقى فيه بطولات، دايما يبقى فيه سفر ساعة جامد قوي. وأسس الاتحاد العربي طبعا مع ناس كتير قوي من دول مختلفة، فدي حاجة خلت اللعبة تجذبنا ونبتدي نتمرن أكتر، نهتم بيها أكتر، ونبتدي نبص نلعب بطولات بره. فابتدت كده، ودلوقتي طبعا الموضوع كبر جامد، قلب جد. قلب بجد فعلا. صح. بس عايز اقول لك ان انت قصه حدوته بقى، يعني انت الله اكبر، كان منتخب مصر تنس ارضي، وبعد كده طلعت جامعه في امريكا، لعبت وقعدت كام سنه في امريكا تدرس؟ قعدت 4 في انهي ولايه؟ في نبراسكا. وبعد ما خلصت التنس الارضي، المفروض انت ترجع بقى نفسك مفتوح اكتر للتنس الارضي، لا رحت انت عامل شيفت كارير خالص، والبدل عجبتك ولعبت فيها. بس على فكره ده حظ البدل الحلو، ان يبقى لعيب نجم في التنس الارضي يجي يلعبها، فاكيد هتالق فيها. هو احنا كلنا يعني، في كمان يعني زملائي في المنتخب واللي كانوا يعني ناس كتير بتلعب الرياضه، كلنا كنا بنلعب تنس ارضي من زمان. فهي حظي وحظ اللعبه يعني، هي حاجتين كويسين اتقابلوا فالدنيا ماشيه يعني. نفسك يعني توصل مع البادل لنقطه بعيده؟ طبعا ده حلمي يعني، خلاص يعني يعني نفسي ان احنا واحدة واحدة مصر تبتدي تخش، وانا ابتدي برضو اسافر واحتك بره بالاجانب واشوف مستواي رايح فين وكده. وواحدة واحدة ده الهدف في الاخر يعني، ان انا اسيب كل حاجة في حياتي واركز بس في البادل. جورج، انت لعبت ال3 محطات اللي فاتوا، سواء تصفيات كاس العالم او كاس العالم، لعبتهم التصفيتين دول؟ لعبتهم يعني، التلاتة. كنت مع الاتحاد منذ اشهار وفي المحطات كلها، يعني انت واخد الموضوع من الاول. طيب شايف الدنيا ازاي؟ يعني انت برضو شاب ووسط الشباب، وانا بقول ان اللعبه دي بتنتشر انتشار مرعب، يعني انا خليني اقول لك انه انا ليها حب رهيب، يعني ليها جاذبيه بشكل ما تفهم، شكل الملعب بقى، شكل المضرب، الكوره، يعني اللي ليها جاذبيه، اللي بيعدي جنب الملعب بيقول انا عايز العب، لسه بقول لك قبل الهوا انا عايز العبها. صح. فليه، ايه سبب ان الشباب يعني بيروح للعبه دي؟ هي احلى حاجه فيها ان هي رياضه ينفع اي حد يلعبها. صحيح. انا كتير بشبهها بالكوره، انه اي حد ممكن يلعب كوره، دي نفس الحاجه، ممكن 2 4 اصحاب قاعدين يروح يلعبوا، مش لازم الواحد يبقى بيلعبها او بيمارسها بشكل احترافي، ممكن يكون بس بيعرف يمشي الكوره هو زمايله. والتلاته اللي معاه، فهو بيقضي وقت حلو، فيبتدي ياخد خطوه ويبتدي يروح مره واتنين وتلاته في الاسبوع، يبتدي مستواه يتحسن، يتمرن شويه. يعني هي رياضه اي حد ممكن يلعبها، ودي احلى حاجه فيها. فبتلاقي الناس كتير قوي الاقبال تنجذب على عايزه تحجز ملاعب، وتلاقي الملاعب على طول محجوزه، فنبتدي الناس تكتر ملاعبها، فتلاقي الدنيا عماله تكبر. وطبعا الشركات وكده بتلاقي ناس كتير قوي عايزه تلعبها، فتبتدي ممكن تستثمر فيها والدنيا تمشي كده، فدي بس احلى كويس حاجه فيها. كويس ان انتوا كمان حاسين بده.